ابنة الصديق وأم المؤمنين، إنها عائشة ابنة أبي بكر، حبيبة النبي وفخر العالمين. كان متكئا على عائشة بين سحرها ونحرها، يا لهذا الحب العجيب. مبرأة السماء، فقيهة العلماء، فهي أعلم امرأة وأذكى امرأة وأفقه امرأة على الإطلاق. عائشة، سنتحدث عن سيرتك، فضائلك، سنبث أخلاقك، كرمك، سنصلح بعفتك وحيائك. برنامج للدكتور إبراهيم الدويش. حقا إنها أعظم امرأة عرفها التاريخ البشري. على خليجية في رمضان، عيشوا معنا معنى رمضان.